احنا ايه ولا ايه؟ احنا في الغواص. روح السيد الحركه دي بقى. روح خلي حبيبي الاحوال. لا لا الاحوال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين. الله صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إكليل شعري على من صانه الله عن الرذائل والآثام عافاه. والإمام علي خير من وطأ البواء من بعد طه قد أطعناه. الله أكبر. هو الإمام الذي ضاءت بمولده دنيا العوالم نورا من محياه. ببطن مكة وسط البيت قد ولد الكرار حامل الهدى والدين ناداه. أهلا بمن كانني حسنا ألوذ به إن هم باغ لهدمي قام أفنام. أهلا بمن كان لي حصنا ألوذ به إن هم باغ لهدمي قام أفنام. بسيفه قاوم الإلحاد في أحد وفي حنين وبدر هدم ابناه. كم ناصر المصطفى في كل معركة وصد عن دينه بالسيف أعداه. وإن نسيت فلا تنسى المبيت على فراشك في الورى بالنفس واساه. وفي مدائحه الآيات قد نزلت وخلدت فيه عصور الدهر ذكراه. وبالبتول رسول الله زوجه فمن علي ومن آكان سبطاه. وبالفضائل رب البيت أكرمه وبالعلوم رسول الله غذاه. بين الصحابة آخى المصطفى ولأ
علي اختاره نفسا فآخاه ثم ارتضاه على كل البرية أن يكون هاد بأمر الله مولاه ثم ارتضاه على كل البرية أن يكون هاد بأمر الله مولاه ماذا أقول بمن في مدحه نزلت عما وآية قل ندعو لمعناه تصفح الذكر واقرأها الأتى ومتى جاءت وفيه مدح من إن كنت تقراه جاءت بمدح ابن عم المصطفى وما أتت بمدح الذي في كفر امتاه وقد أتت إنما في النحر درة ولي كل الورى قد صاغه الله بمدحه صرحت لما بخاتمه زكى علي وعين الله ترعاه أعطى الزكاة إلى من قد أتاه وفي ركوعه كان آو حين أعطاه لذا رسول الهدى من أمر خالقه أقامه حجة هاد فأوصاه وما أتت أمرهم شورى لعزل فتى نص النبي عليه حين أولاه بل قال خير الورى من كنت سيده ألا فحيدر تلك الرار مولاه كلا وما أمرهم شورى إذا قبض الكرار فالحكم للسبطين أبقاه هما الهداة إلى كل الأنام هما حماة دين رسول الله ركناه وبعدهم تسعة للدين هم سند نحن بأتى الله لولاهم لانهار مبناه فلك النجاة إلى كل العباد إذ نحن بأديهم الباري عرفناه عليهم دلنا رب العباد ولو حدنا عن الحق فينا كالذي تاه يا عادلي لا تلمني في ولائهم هم نجاتي بحشري يوم ألقاه ولا ألام إذا وليت حيدرة إني وحق رسول الله أواه ألا فقل للذي عادى أبا حسن
إن الجحيم غداة الحشر مثواه. يا بوي. وفي الختام لقد صلى الإله على محمد والهداة الغر أبناه. ومولى الكونين يا أبا الحسنين يا علي براك المهيمن إذ لا سواه وبين باسمك معنى علاه فكنت ترى الغيب لا باشتباه أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية. ترى الناس طرا وترعاه وأقصى الورى منك أدناه ومهما أصروا خفاياهم تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعزب من خافيا. لك الناس تحشر يوم المآب متأطئة الرؤوس خوف العذاب فمنك الثواب ومنك العقاب فإن شئت تشفع يوم الحساب وإن شئت تدفع بالناصية. إذا بعث الله من في القبور ومن سفر الموت أضحوا حضور فأنت الأمير بكل الأمور وكل الخلائق يوم النشور لديك إذا حشرت جافية. بك العرش مهد للاستواء وباسمك قام الطباق السماء فأنت المحكم يوم الجزاء وأنت الذي أمم الأنبياء تأمك في الأعصر الخالية. محبك يثقل ميزانه ويعلو بيوم الجزاء شانه فهب فرضه باع نقصانه فمن بك قد تم إيمانه.
فمن بك قد تم إيمانه فبشراء في عيشة راضية. أقل معاجزك الخارقات حضورك للشخص عند الممات، فأنت المحيط بست الجهات، وأنت مدير رحى الكائنات، وقطب لأفلاكها الجارية. من مدائح علي وفضائله صلوات الله وسلامه عليه إلا إحياؤه الأموات بإذن الله تعالى، لو لم يكن من معاجزه إلا هذه لكفى. فكم من مرة أحيا ميت بإذن الله، ومن جملة من أحياه بإذن الله تعالى أحياء أم فروة التي قتلها الخليفة الأول، وذلك أن هذه المرأة كانت من النساء الطيبات الشيعيات، كانت من الهاتفات بفضل علي صلوات الله وسلامه عليه، فوشي عليها عند الخليفة أنها تحرض الناس على نكث بيعته وتحثهم على بيعة علي بن أبي طالب. فلما أن أحضرت بين يديه قال: يا أم فروة، لقد بلغني أنك تحثين الناس على نكث بيعتي وتدعينهم إلى بيعة علي بن أبي طالب، أولست أنا من الأئمة الذين فضلهم الله؟ فقالت له: وأي آية تصرح بأنك من الأئمة الذين فضلهم الله؟ نعم، إنك من الأئمة الذين ذكرهم الله، ومنهم أئمة يدعون إلى النار. فعند ذلك استشاط غضبا وقال: أتنكرين فضلي؟ فقالت: ومن أين لك من الفضل؟ فقال: اختبريني. فقالت: إن للإمام دلائل، ومن دلائله أنه سر الله المخزون وكنزه المصون، وأنه العالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن كنت تدعي بأنك إماما فها أنا أسألك عن مسألة فأجبني عليها. فقال لها: سل. قالت: اخبرني عن اسم سماء الدنيا، سماء الثانية، وعن اسم سماء الثالثة، وعن اسم سماء الرابعة، وما اسم سماء الخامسة، وما اسم سماء السادسة والسابعة.
فقال لها يا عدوة الله لئن لم تخبرينني عن اسم سماء بعد سماء وإلا قتلتك. فعند ذلك قالت أنا لست بخائفة من القتل وإني لأحب أن تكون شهادتي على يديك، ولكن أريد أن أبين للناس من أنني امرأة وأنا أعلم منك. ثم إنها قالت اسمعوا أيها الناس، اسم سماء الدنيا أيلول، والثانية ربعول، والثالثة سحقوم، والرابعة أيوث، والخامسة مايف، وأخذت تعدد السماوات سماء بعد سماء حتى تربد وجه الرجل. ثم قال يا عدوة الله إنك لم تكتفين من أنك حرضت الناس على نكث بيعتي، حتى أنك نسبتينني إلى الأئمة الذين يدعون إلى النار. ثم إنها تكلمت عليه حين جابهها بكلام تافه، قابلته بأعنف من كلامه مما حمله الحقد والشنآن على قتلها فقتلها. في حب علي صلوات الله وسلامه. ثم دفنها. وكان علي صلوات الله وسلامه عليه غائبا في الطائف، وما رجع إلا بعد 3 أيام، فأخبر بالخبر فقال إني لأعلم بالذي حدث. ثم أقبل إلى البقيع ووصل إلى قبر أم فروة، وإذا على قبرها طيور خضر، وفي قبر أم فروة فرجة، والطيور تدخل بمناخيرها حب الرمان من فرجة في قبر أم فروة. ولما أن رأينا الطيور الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه قرقرنا وصحنا في وجهه، فقال علي علي أفضل الصلاة والسلام، وهو عالم بما تقوله الطيور وعارف لغتها، بسيطة بسيطة صلوات على محمد صلى ركعتين أوجز فيهما. فلما أن فرغ من الصلاة رفع كفيه نحو السماء ثم قال اللهم يا محيي الأموات ويا منشئ العظام الدارسات
احيي لنا ام فروه واجعلها عبره لمن عاداك. واذا بالآتف ينادي يا علي امض لما امرت به. وضرب القبر برجله فانشق القبر عن ام فروه ثم قامت وهي ملتحفه بريطه خضراء وهي تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد الله صل وسلم على محمد وعلى محمد الله صل وسلم على محمد الله صل وسلم على محمد عبده ورسوله وانك وصيه وعالم هذه الأمة يريد فلان ليطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فعادت إلى بيتها وعاشت 30 سنة ولم تمت إلا بعد وفاة علي بستة أشهر، وهذا قليل من كثير من معاجزه ومن إحيائه للأموات. ومن جملة من أحياه بإذن الله من الأموات أحيا سلمان الفارسي رضوان الله عليه، وذلك حين جاء علي للمدائن وقد قضى سلمان نحبه، ولما أن دخل عليه سلم عليه أمير المؤمنين، وإذا بسلمان جلس وهو على المختسل قائلا وعليك السلام يا أمير المؤمنين. ثم إنه قال عد إلى مكانك يا سلمان. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه كلم أهل الكهف حين أصبح القوم يوما وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله اخبرنا من هو الوصي من بعدك. فقال سأريكم في هذا اليوم من هو الوصي من بعدي. فلما أن ارتفعت الشمس قال وقد أخرج من تحت المنبر بساط وبسطه على الارض. بند البنك سيد عبد الله، بند البنك ما يفعل على الفليت، ما يفعل على وعد. فنشر البساط ثم اقبل النبي صلى الله عليه واله وقال للقوم وهم فلان وفلان وفلان وسلمان والإمام علي، أجلس واحد منهم على قرن من البساط والثاني على القرن الآخر والثالث على القرن الثالث والرابع، وسلمان جلس في وسط البساط. ثم قال سيروا إلى أهل الكهف، فمن كلمهم أهل الكهف وهو الوصي من بعدي. ثم إنه قال للريح احمليهم، فدخلت الريح تحت البساط وحملتهم. ولما أن وصلوا بالقرب من جبل أهل الكهف قال علي يا ريح اهبطي بنا.
فهبطت الريح. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه قال للقوم: من منكم يريد أن يتكلم مع أهل الكهف؟ قام الأول قال: أنا. قال: تقدم. فتقدم ونادى: يا أهل الكهف، السلام عليكم، كلموني. أموات، شلون يكلمون؟ ماكو جواب، رد مكانه. قام الثاني وتقدم ثم قال: السلام عليكم يا أهل الكهف. فلم يردوا جوابا. ومو أحياء حتى يردوا جواب. ثم قام الثالث وتقدم ونادى بمثل ما نادى فلان وفلان. ثم قال علي: يا سلمان، قم أنت وتكلم. فعند ذلك تقدم سلمان قال: السلام عليكم يا أهل الكهف. قالوا: وعليك السلام يا سلمان. ثم سكتوا. ثم قام علي صلوات الله وسلامه عليه قائلا: السلام عليكم أيتها الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى. قالوا: وعليك السلام يا وصي رسول الله، يا علي بن أبي طالب، السعيد من صدقت والشقي من خالفت. ثم جلس على البشار وقال: يا ريح احملينا. فدخلت الريح تحت البشار وحملتهم، وما حطتهم إلا في مسجد محمد. قال رسول الله: من الذي كلمهم أهل الكهف؟ فقالوا كلهم: ما كلم أهل الكهف إلا علي بن أبي طالب. وردوا سلام سلمان عليه، وشهدوا لعلي بأنه هو الوصي من بعده. ولكن أهل وقفوا كما كانوا عليه؟ أهل صدقوا بما سمعوا؟ لم يصدقوا. وما كان هذا أول برهان لعلي بن أبي طالب يسمعه القوم ويرونه رأي العين، بل براهين كثيرة، ولكن القوم كانوا مصرين على الإلحاد والإلحاد. في يوم من الأيام أصبح علي بن أبي طالب والقوم وقد قالوا لرسول الله: أنبئنا وأخبرنا من هو الإمام ووالي هذه الأمة علينا من بعده. فقال: من كلمته الشمس فهو الإمام. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أمر القوم الثلاثة والإمام علي معهم أن يستقبلوا الشمس وأن يكلم كل واحد. فقال علي للقوم:
هذه الشمس قد بزغت فكلموها. فقام أحدهم قال السلام عليك أيتها الشمس، ماكو جواب. قام الثاني قال السلام عليك أيتها الشمس فلم تتكلم. وقام الثالث وهم هالشكل، قام علي صلوات الله ثم توضأ، وبعد أن فرغ من الوضوء استقبل الشمس قائلا السلام عليك يا خلق الله الجديد، السلام عليك أيتها الشمس المنيرة. قالت وعليك السلام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء. فاصفرت وجوه القوم وقالوا لرسول الله إن الشمس حين كلمها علي ردت عليه بجواب قد أشكل علينا، إنها خاطبته يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. فقال صلى الله عليه وآله قول الشمس يا أول هو أول من آمن بي، آمن بالله وصدق به وأقر بنبوته. وقولها يا ظاهر لأنه قد أظهره على علمي فيظهره من بعدي، وقولها يا باطن فإنه يبطن علمي بطنا، وقولها يا آخر فإنه آخر من يكون في تجهيزي وفي تغسيلي، وآخر من ينجز عدتي أولا وأخيرا، وقولها يا من هو بكل شيء عليم فهو العالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. أفهل صدقوا بعد ذلك؟ ما زالوا على غيهم وعلى إلحادهم، والذي خبث لا يخرج إلا. يقول الشاعر لا يشكوي من وفى يوما ومن نكتا، وليس من طاب أصلا كالذي خبث. فالإمام علي صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب المعاجز الباهرة الخارقة للعادة. يقول الشفهيني وقد نظم جملة من معاجزه في قصيدة طويلة إلى أن قال إحياؤك الموت ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن وعلوت من فوق البساط مكلما أهل الرقيم فكلموك معجلا. أمخاطب الأديان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت في الأحياء، يقول مع الأسف شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسه، أفديه مسلوب اللباس مسرملا، بعد ظمآن مجروح الجوارح لم يجد ماء سوى دمه المبدد من هلا، ولصدره تطأ القلوب، وطالما بسريره جبريل
كان موكلا والله عجب حيد الإمام بوسط قبرا ويضرب عزيز على الثرى مكسور صدر راد يطر اللحاد ويجي لو يقوم راغا يدفن على جساد البقات من غير تدفين لحد يا عز الدين يا حيدر يا منة نايم وجسم حسين ظل مكسور الاضلع ما بالك تقول اليوم عيد يعني تأكل يعني عيد عيد الإمام زين العابدين يقول يفرح هذا الورق بعيده ونحن أعيادنا معاتم يا عيد إذن أكبر عيد عندنا عيد الغدير واشكيد عيد الغدير هذا ما تمت فرحة معه في نفس اليوم نكتة والبيعة وما بين نكتة البيعة وبين هجومهم إلا أيام بس من 18 صفر إلى 28 من 18 ذي الحجة إلى 28 بصفر يعني أشهر يعني بس وصارت نكس البيعة وصار الهجوم على علي وفاطمة كسروا أقدامها هذا عيد نعيم عيد الفطر هذا اللي احنا بيه الإمام علي بن أبي طالب في مثل هذا اليوم أولاد الناس يدخلون عليكم عظم الله لكم الحسن يخاطب الحسين أخويا أبا عبد الله اليوم خطبة العيد من يأديها وحسين نادي يا حسن قال له وش تريد قال له المنبر من يصيح ده ليلة العيد من حكم أبونا حيدر الفارس الصدق يوم عيد الله نعز على أبونا ولا كل من يقول الناس مسرور بعيدة يحطوا طيب ويلبسوا الثياب الجميلة وكل من يقول لصاحبه يا مكسعي واحنا الشيعة يدون ويخلفوا علينا المصيبة عدم المصيبة عند أم كلثوم حين نظرت إلى محراب أبيها الذي كان مشرقا بنور وجهه شافت بعدين مظلم مرت على محراب أبوها ودمع حسين نادت يا محراب وين مصل لكن على خطيبك يا منابر شق يلجم امشي لك المنبر وتمشي مثل عدي للأرامي واليتامى هناك من للدين بعدك مرجعوا مو وقت رداديه شيخ رداديه غير من رداديه عادل 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 تذكر على الله يا تذكر على الله عادل رداديه ما انت عليش يسوى بس ما يحتاج باب صدع بس جواب شهر العبادة ينقضى يا محبين
حسن وحسين إلى دون العيد أن شهر علينا شهر العبادة عبادن قبا يا محبين والحسن وحسين نادون هالعيد أبشر علينا أقبل عنينا يا خويا العيد وإحنا بحال الأبشار كل من مكيف بعيد وإحنا ننعى البطل حيدا عيدنا قبرنا وصرنا يتامى عيدنا قبرنا وصرنا يتامى والخلق كلها مستعرة واحنا بحزن بعد ابونا شهر العبادة كل فرح وجرور واحنا في عزية ليت الضربة المشومة ما لفت حامل حبية شلة من ابن ملجم جرع كاس المنية السيف شاق راس ما راقب الله السيف شاق راس ما راقب الله قدنا صلاة سدت شاملنا ويتامى بدنا شهر العبادة على مصاب الولي حلو الجهامة بسيف شق راس ابن ملجم سيف شق راس ابن ملجم والخلق صاروا يتامى وللقبر قوض ولا تم فرضه ما تم صيامي انا بتنادي وجميعها تسيلة انا بتنادي وجميعها تسيلة العيد موعيد عيد وابونا علي غامض عينا شهر العبادة يا الله يا محبين شهر العبادة يا
الفجر صور اسمان وفطرها وين الحزن فت جبدي او فطرها يا احنا حدرها متفاجر فطرها بسيفة وحفرها فوق الوطير مطالبنا في حوائج الدنيا محمد وعترته الطاهره اللهم واعدنا على شهر رمضان ونحن في امن وايمان في صحه وسرور في خير وعافيه حق محمد واله الودود احفظ المؤسسين مع جماعه الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين اينما كانوا في مشارق الارض ومغاربها والى امواتكم وامواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الايمان نهدي لهم جميعا ثواب سوره الفاتحه معها صلوات الله 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 الله